الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. أبوه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، من ألقابه الجواد، التقي، والنجيب. أولاده الإمام علي الهادي عليه السلام، موسى، فاطمة، وأمامة. ولد الإمام محمد الجواد في المدينة المنورة في العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة. عاش مع أبيه الإمام علي الرضا تقريبا 8 سنوات، وبعد وفاة الرضا استلم الجواد زمام الإمامة وهو ما زال في سن 8 من عمره. تميز الجواد بانفتاحه على خط الإمامة باكرا، فكان عليه السلام الإمام وهو في سن الصبا. حير العقول بعلمه الوافر وإجاباته على أعقد المسائل وقدرته على تبيان حكم الله تعالى في شريعته. تنبه الحاكم العباسي المأمون إلى تميز الجواد وشغف بعلمه وحكمته، وجه المأمون إلى الجواد دعوة للانتقال من المدينة إلى بغداد وأنزله بالقرب منه، وقرر تزويجه من ابنته أم الفضل. أثار قرب الجواد من المأمون انزعاج العباسيين، وخافوا أن يقوم المأمون بإعطاء الجواد ولاية العهد كما فعل مع الإمام الرضا عليه السلام. هرع العباسيون إلى المأمون محاولين التقليل من قدرات الجواد، وبعد المناقشة اتفقوا على امتحان الجواد في علمه وقدراته المعرفية. عين يوم للمبارزة العلمية، وقد نصب للجواد خيمة ومتكأ، وأتى العباسيون بأكبر قضاتهم يحيى بن أكثم، وكان قاضي القضاة في الدولة الإسلامية آنذاك. بادر القاضي يحيى بسؤال الجواد، وكان في ظن العباسيين أنه سؤال تعجيزي يعجز أكابر العلماء عن حل معضلته. توجه ابن أكثم للجواد سائلا إياه: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ تعالت همسات العباسيين مستبشرين بصعوبة الجواب. هدأت الأصوات وساد الهدوء المهيب في المجلس، وانبر الجواد بالجواب كاشفا عن غزارة علمه، فقال عليه السلام: قتله في حل أو في حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عن عمد أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا. بهت ابن أكثم وبان في وجهه العجز والضعف، وتبادل العباسيون نظرات الخيبة والفشل. أقبل المأمون إلى الجواد وطلب منه أن يسأل القاضي يحيى مسألة. توجه الإمام إلى ابن أكثم والحضور العباسي يترقب، فقال عليه السلام: خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل عليه وقت العشاء بالآخرة حلت له. اعترف ابن أكثم بالعجز عن الجواب، وظهرت الهزيمة في وجوه العباسيين،
ثم بادر الجواد بالاستفاضة وشرح المسألة بشكلها التفصيلي الدقيق. عاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة برفقة زوجته أم الفضل، ولكن بعد وفاة المأمون بايع العباسيون المعتصم، فقرر الحاكم العباسي نقل الجواد إلى بغداد حيث نهى عمره الشريف بها. عاش الجواد مسؤولية الإمامة بين المسلمين، فكان الناصح والمرشد والمعلم. ومما يروى في هذا الشأن أن أحد المسلمين سأل الإمام عليه السلام قائلا له: إني أريد أن ألزم مكة وعلي دين، فما تقول؟ فأجابه عليه السلام: ارجع فأده، وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، إن المؤمن لا يخون. وعن عمر يناهز 25 سنة توفي الإمام الجواد عليه السلام في بغداد في 29 من شهر ذي القعدة 220 للهجرة، ودفن بالقرب من جده الإمام موسى الكاظم عليه السلام.